شركة قهوة الذهب كتواصل النجاح ديالها وفتحت فرع جديد كوفي شوب في شارع ميرامار مرتين. أنا ما عرفت المعنى الحقيقي للقهوة حتى شربت الذهب. كاملين العائلة ديالنا كاملة تبلت بقهوة الذهب. السكان حضروا الافتتاح بعدد كبير ورحبوا بالفرع الجديد القهوة الذهب وهو الفرع العاشر للشركة. قهوة الذهب طورت المنتجات ديالها وصبحت كتقدم أنواع جديدة ديال القهوة ومختلف أصناف الشوكولا. وكنوصيو الشابات والشباب يتمتعوا بالقهوة الذهب، وحنا الفنانة كنشربوا القهوة الذهب باش كنجلسوا لقنا. قهوة الذهب حققت شعبية كبيرة في المغرب، وهذا الشيء راجع للجودة الرفيعة للقهوة والثمن المناسب ديالها. كنشكر أول حاجة قناة تيطوان على هذه الالتفات الطيبة تجاه قهوة ديال الذهب. أول حاجة فقهوة الذهب كما كيعرف الجميع أنها قهوة ممتازة وجيدة. اللي كيتذوق قهوة الذهب كيتغرب مذاقها اللذيذ والرائحة ديالها الطيبة وما يقدرش يستغنى عليها. فلهذا كنطالبوا جميع الناس شمال ديال المغرب لا تطوان ولا طنجة يحجوا بكثافة للمحلات ديال قهوة الذهب لأن قهوة ممتازة. مرحبا بكم في الفرع الجديد لقهوة الذهب في شارع ميرامار بمرتيل، وترقبوا افتتاح فروع جديدة في مدن مختلفة.